أما الشعب الصومالي هذا من نبغة تعل وحلاه لا سعره تحمى طالع خف كل الرهون جهاد بيا لا سعره ذي مو على الصومالي اللي يقص الدردي لأن هذا يد ليش كبير لقى كياني إنجليز أو ديار وفوق ود أفريقيا عند غير بعدين لقى كواني صعب نسيو مري على سيو هم تشعلي والله رنوقات كان كريم يدلي يوصل كان أنا قاله فجأة يقعدوا دماغه دوبه كيف أفريقيا بتفعلين أصدق